أنا من وين أتكلم يعني؟ من البحرين، البحرين. من البحرين، من البحرين شيخنا. أي نعم. نبدأ شيخنا أحسن الله إليكم. شو بدك يا خلاص؟ جامع المسانيد، مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله للإمام محمد بن محمود الخوارزمي الترجماني في مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب نعم. قبل تبدأ الحين والله يا شيخ معنا مجموعة هم يعني الإخوة اتصلوا عليكم نسقوا هذا أنه يكون الآن قراءة عليكم في هذا الكتاب المبارك، فيعني لعله من أوائل يعني من أوائل من يروي أنتم في هذا العصر هذا الكتاب المبارك حفظكم الله ورعاكم شيخنا. نبدأ شيخنا. أي نصف ساعة، نصف ساعة شيخنا ما نزيد عليها بإذن الله. نبدأ حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ محمد مطيع الحافظ حفظه الله تعالى ورعاه إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. تم التسليم. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب جامع المسانيد للإمام أبي المؤيد محمد بن محمود بن محمد بن حسن الخوارزمي الترجماني المتوفى سنة 55 و600. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: أضعف عباد الله تعالى وأحقرهم وأحوجهم إلى عفوه وأفقرهم محمد بن محمود العربي محتدى الخوارزمي مولدا. الحمد لله الذي سقانا بطوله من أصفى الشرائع، وكسانا بفضله من أصفى المدارع الروائع، وأطلع دراري شرائفها من أشرف المطالع، وهو مطلع سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء وشفيع الأمم يوم الجزاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أنجم الظلماء وسيوف الأولياء وحتوف الأعداء. وبعد، فإن الله تعالى فضل نبينا على سائر الأنبياء الظلماء، فجعل في أمته مجتهدين علماء متبحرين فقهاء على ما وصفهم عليه الصلاة والسلام، فقال فقهاء كأنهم من الفقه أنبياء. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد شرفهم الله تعالى بالثناء عليهم في مواضع من التنزيل، وجعلهم بلسان نبيه كأنبياء أهل التوراة والإنجيل، فقال عليه الصلاة والسلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وكان أسبقهم اجتهادا وأطيبهم اعتقادا وأنبينهم رشادا وأقومهم طريقة وسدادا إمام الأئمة وسراج هذه الأمة أبو حنيفة النعمان بن ثاء النعمان، وكان أسبقهم اجتهادا وأطيبهم اعتقادا وأبينهم رشادا وأقومهم طريقة وسدادا إمام الأئمة وسراج هذه الأمة أبو حنيفة بن النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله تعالى عنه. فحط عن وجه الشريعة لثام الانكتام، وكشف عن جبين الفقه غمام الظلام، وفدم حلوق علماء عصره بفدام الإفهام، وأرسى قدمه في مزالق الأقدام، وبذل مجهوده في إحكام الأحكام، فمن بعده يغوصون في عمان النعمان أو النعمان، فيستخرجون منه درر فوائده، ويرتضعون أصفى درر فرائده، ويتناولون أشهى أغذية الدقائق من موائده، فمن استطعمه واستعظمه فقد تناول حلالا، وجعل الناس له في الفقه عيالا، مثل الإمام المعظم والصدر المفخم الشافعي المطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه، حيث قال: الناس عيال أبي حنيفة في الفقه. وقد نظم هذا المعنى أخطب الخطباء شرقا وغربا أبو المؤيد أو أبو المؤيد المكي الخوارزمي، على ما أنشدني الصدر الكبير شرف الدين أحمد بن مؤيد بن موفق المكي الخوارزمي، قال: أنشدني جدي الصدر قال أنشدني جدي الصدر العلامة أخطب خطباء الشرق والغرب صدر الأئمة أبو المؤيد موفق بن أحمد المكي الخوارزمي لنفسه في عدة أبيات له يمدح بها أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، قال: أئمة هذه الدنيا جميعا بلا ريب عيال أبي حنيفة. وقد بلغ الله تعالى مذهبه، حيث أشرقت أنوار الصباح وانسحبت أذيال الرياح من حيث مدت الشمس،
من حيث مدة الشمس جناحيها إلى أن ضمتها للوقوع في أفق الغروب، فثوى على مذهبه وطريقته ومحبته وشيعته أكثر أهل الإسلام من أهل المشرق والسند والهند والروم، وطائفة من أهل العراق وطائفة من أهل العراق والشام، على رغم حاسد ممكن لتقدمه بغيا وعدوانا وجاحد. قال: وقد سمعت في الشام عن بعض الجاهلين بمقداره أنه ينقصه أو ينقصه ويستصغره ويستعظم غيره ويستحقره وينسبه إلى قلة رواية الحديث، ويستدل بالشهاد المسند الذي جمعه أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم للشافعي رحمه الله تعالى، وموطأ مال أو وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وزعم أنه ليس لأبي حنيفة رضي الله عنه مسند، وكان لا يروي عن إلا عدة أحاديث. فلحقتني حمية دينية ربانية وعصبية حنيفية نعمانية، فأردت أن أجمع بين 15 من مسانده التي جمعها له فحول علماء الحديث. الأول مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي البخاري المعروف بعبد الله الأستاذ رحمه الله رحمة واسعة. الثاني مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر الشاهد العدل رحمه الله تعالى. الثالث مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو الحسين محمد بن مظفر بن موسى بن عيسى بن محمد رحمه الله تعالى. الرابع مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى. الخامس مسند له جمعه الشيخ الإمام الثقة العدل أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى. السادس مسند له جمعه الإمام الحافظ صاحب الجرح والتعديل أبو أحمد عبد الله بن عدين الجرجاني رحمه الله تعالى. السابع مسند له رواه عنه الإمام السابع مسند له رواه عنه الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي رحمه الله تعالى. الثامن مسند له جمعه الإمام الحافظ عمر بن الحسن الأشناني رحمه الله تعالى. التاسع مسند له جمعه الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي رحمه الله تعالى. العاشر مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن خسرو أو خسرو البلقي رحمه الله تعالى. الحادي عشر مسند له جمعه الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى، ورواه عنه يسمى نسخة أبي يوسف. الثاني عشر مسند له جمعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، ورواه عنه يسمى نسخة محمد. الثالث عشر مسند له جمعه ابن الإمام محمد بن أبي حنيفة، ورواه عن أبيه رضي الله عنهما. الرابع عشر مسند له جمعه أيضا الإمام محمد بن الحسن معظمه عن التابعين، ورواه عنه يسمى الآثار. الخامس عشر مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام السعدي رحمه الله. فاستوفقت الله تعالى واستقرته في جمع هذه المسانيد على ترتيب أبواب الفقه في أقرب حد ونظمها في أقصر عقد بحذف المعادي، قال: أو عقد بحذف المعاد وترك تكرير الإسناد إلا إذا كان الحديث الواحد مشتملا على مسائل أبواب مختلفة، أو اختلفت أسانيده ليغلب بحجته العالم المساعد ويدحض شبهة الجاهل المعاند العالم المساعد ويدحض شبهة الجاهل المعاند ويستيقن مصداق قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى حين سمع طعنا في أبي حنيفة رضي الله عنه، فقال منشئا: حسد الفتى إذ لم يناله سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. وذكر القاضي أبو عبد الله الصيمري بإسناده إلى المأمون أمير المؤمنين أنه جمع في عصره كتابا أو جمع في عصره كتاب في الأحاديث ووضع في يده، وقالوا: إن أصحاب أبي حنيفة الذين هم مقدموك عندك فلان وفلان لا يعملون بها، في قصة طويلة، إلى أن صنف عيسى بن آبان في كتاب الحجة الصغيرة، وبين فيه وجوه الأخبار وما يجب قبوله وما يجب رده وما يجب تأويله وما يجب بالعمل بالمتضادين، وبين فيه حجج أبي حنيفة رضي الله عنه. فلما قرأه المأمون ترحم على أبي حنيفة وتمثل ببيتي ابن المبارك: حسد الفتى إلى آخرهما. وذكر أكثر أصحاب المناقب بأسانيدهم إلى مكرم بن أحمد قال: حدثنا علي بن الحسين بن حبان عن أبيه قال: كان إمام أئمة الحديث الذي بيده زمام الجرح والتعديل يحيى بن معين رحمه الله تعالى، إذا ذكر له من يتكلم في أبي حنيفة رضي الله عنه يتمثل بهذين البيتين لابن المبارك: حسد الفتى إلى آخرهما. أنشدني الصدر الكبير شرف الدين أحمد بن مؤيد بن الموفق المكي الخوارزمي قال: أنشدني جدي الصدر العلامة وأخطب خطباء الشرق والغرب أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي رحمه الله تعالى لنفسه شعرا: أيا جبلي نعمان، إن حصاكما ليحصى ولا تحصى فضائل نعمان، جلائل كتب الفقه
طالع تجد بها دقائق نعمان شقائق نعمان. أسأل الله الذي سبغت نعمته وسبقت رحمته غضبه أن يرش علينا أهل المعاصي من بريته قطرة من بحار مغفرته، يغسل بها أوضارنا ويغفر بها أوزارنا، إنه هو الجواد الكريم البر الرحيم. وأردت أن أجمع هذه المسانيد في 40 بابا على ترتيب المختصر مبوبة رجاء مثوبة في ذلك ماثورة مروية رواها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأبو الدرداء وأنس بن مالك رضوان الله عليهم أجمعين، بألفاظ مختلفة المباني متقاربة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن ينقل عنه 40 حديثا أو يحفظ على أمته 40 حديثا. أما حديث ابن عباس فقد أخبرني به سلطان الطريقة برهان الحقيقة نجم الدين أبو الجنابي أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الخيوقي الخوارزمي في قراءة عليه وأنا أسمع بجرجانية خوارزم عمرها الله تعالى ثانية، وأمر علي بانيا بالنظامية منها سنة 1560. والشيخ العدل الثقة المعمر صالح بن شجاع بن محمد المدلجي بمصر حرسها الله تعالى إلى يوم القيامة. والشيخ المعمر أبو نصر الأعز بن الفضائل ابن أبي نصر بن العليق قراءة عليه بجامع المنصور من مدينة السلام، وأنا أسمع بروايتهم عن الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي طاهر أحمد ابن محمد ابن أحمد السلفي الأصفهاني. قال الشيخ الأول نجم الدين سماعا والآخران إذنا. قال أخبرني أبو عبد الله القاسم بن فضل بن محمود الثقفي رئيس أصحاب أصفهان سنة 88 و400، وتوفي سنة 89، وكان مولده سنة 98 و300. قال أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الكرخي، قال أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين الأجري، قال أنبأ أبو عبد الله محمد بن مخلد أو مخلد العطار، قال أنبأ أبو محمد جعفر بن محمد الخندقي، وكان له حفظ، قال أنبأ محمد بن إبراهيم السائح أو أنبأنا، قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابي عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله يوم القيامه في زمره الفقهاء. واخبرني به ايضا المشايخ الثلاثه ابو الدر ياقوت بن عبد الله الجوهري بقراءتي عليه. ما شاء الله اسمه جميل هذا، الدر وياقوت وجوهر. قال والشيخ الثقة العدل محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمي أو السلمي. والشيخ المعمر الحسن محمد بن محمد بمصر، قال أنبأ أو أنبأنا الإمام تاج الدين أبو القاسم منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن صاعد الفراوي قراءة عليه بشاذباخ نيسابور، قال أنبأ جدي أبي محمد أنبأ جد أبي محمد بن صاعد الفراوي، قال انبا الشيخ الزكي ابو عبد الغافر بن محمد الفارسي كتابه، قال انبا ابو عمرو محمد بن احمد بن حمدان الجيزي، قال انبا الحسن بن سفيان، قال انبانا علي بن حجر، قال حدثنا اسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على امتي 40 حديثا من السنه كنت له شفيعا يوم القيامه. واما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد أخبرني به شيخ شيوخ الطريقة إمام أئمة الحقيقة نجم الدين أبو الجنابي أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الخوارزمي الخيوقي بقراءة عليه بجرجانية خوارزم سنة 1600. قال أخبرني الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصفهاني بالإسكندرية، قال قرأت على القاضي أبي نصر محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان حاكم الموصل علينا ببغداد. قال فأقر بي، قلت له أخبرك عمك الشيخ الإمام أبو الفتح أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن ودعان، قال حدثنا أبو سعيد الأملي، قال حدثنا القاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح البزار، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقل عني إلى من لم يلحقني من أمتي 40 حديثا كتب في زمرة العلماء وحشر في جملة الشهداء، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واما حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد اخبرني به هذا الشيخ المذكور باسناد هذا الى ابي الفتح احمد بن عبيد الله بن احمد بن ودعان، قال حدثنا ابو العباس احمد بن الحسن المؤدب، قال حدثنا علي بن شعيب البزار بالرمله، قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الاسدي، قال حدثنا عباد بن اسحاق، قال حدثنا عبد الرحمن بن معاويه، قال حدثنا الحارث مولى بن سباع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من حفظ على امتي 40 حديثا من سنتي ادخلته يوم القيامه في شفاعتي.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخبرني المشايخ الثلاثة نجم الدين أبو الجنابي أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الخوارزمي الخيواقي قراءة عليه بجرجانية خوارزم قال وأنا أسمع والشيخ المعمر الصالح صالح بن محمد المدلجي بمصر والشيخ المعمر وأبو نصر الأعز بن الفضائل ابن أبي نصر بن العليق برواياتهم عن أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي قال أخبرنا أبو المظفر سعد بن الحسن الجصاص عن أبي سهل أحمد بن أحمد عن ابي سالم احمد بن احمد الصيرفي وعن عبد الله بن الصيرفي عن عبد الله بن احمد بن عبد الوهاب عن محمد بن عمر بن حفص عن عبد الله بن الهيثم عن سالم بن جعفر عن اسحاق بن نجيح عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من روى عني 40 حديثا حشر في زمره العلماء يوم القيامه. واما حديث ابي الدرداء رضي الله عنه فقد اخبرني به المشايخ الثلاثه عن ابي طاهر السلفي عن ابي سعد هبه الله بن علي بن الفضل الشيرازي عن ابي طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان عن ابي بكر محمد بن ابراهيم الشافعي عن عبد الله بن ابي الدنيا عن الفضل عن الفضل بن غانم عن عبد الملك بن هارون عن ابيه عن جدي عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله فقيا وكنت له يوم القيامه شافعا وشهيدا فاقول وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. الباب الأول في ذكر شيء من فضائله التي تفرد بها إجماعا، الباب الثاني في ذكر طرقنا في هذه المساند إلى أصحابها، الباب الثالث نعم دقيقة الصوت واضح شيخنا أحسن الله إليكم. واضح أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الباب الأول في ذكر شيء من فضائله التي تفرد بها إجماعا، الباب الثاني في ذكر طرقنا في هذه المسانيد إلى أصحابها، الباب الثالث فيما يتعلق بالإيمان مما لا يذكر في الفقه غالبا، الباب الرابع في الطهارة، الباب الخامس في الصلاة، الباب السادس في الزكاة، الباب السابع في الصوم، الباب الثامن في الحج، الباب التاسع في البيوع، الباب العاشر في الصرف، الباب الحادي عشر في الرهن، الباب الثاني عشر في الحجر، الباب الثالث عشر في الإيجارات، الباب الرابع عشر في الشبعة، الباب الخامس عشر في المضاربة والشركة أو الشركة، الباب السادس عشر في الكفالة، الباب السابع عشر في الصلح، الباب الثامن عشر في الهبة، الباب التاسع عشر في الغصب، الباب العشرون في القبض والوديعة والعارية، الباب الحادي والعشرون في المأذون الباب الثاني والعشرون في المزارعة والمساقات، الباب الثالث والعشرون في النكاح، الباب الرابع والعشرون في الطلاق، الباب الخامس والعشرون في النفقات، الباب السادس والعشرون في العتاق، الباب السابع والعشرون في المكاتب، الباب الثامن والعشرون في الولاء، الباب التاسع والعشرون في الجنايات، الباب الثلاثون في الحدود، الباب الحادي والثلاثون في السرقة، الباب الثاني والثلاثون في الأضحية والصيد والذبائح، الباب الثالث والثلاثون في الأيمان، الباب الرابع والثلاثون في الدعوة، الباب الخامس والثلاثون في الشهادات، الباب السادس والثلاثون في أدب القاضي، الباب السابع والثلاثون في السير، الباب الثامن والثلاثون في الحظر والإباحة، الباب التاسع والثلاثون في الوصايا والمواريث، الباب الأربعون في معرفة مشايخ هذه المسانيد على حروف المعجم، وفي هذا الباب فصول، فصل في معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لهم ذكر في هذه المسانيد، وفصل في معرفة مشايخ أبي حنيفة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ويقرب عددهم من 300 شيخ، وفصل في معرفة أصحاب حنيفة أصحاب أبي حنيفة الذين رووا عنه في هذا الكتاب وهم 500 أو يزيدون، وفيه ذكر من روى عنه الإمام المعظم الشافعي رضي الله عنه في مسنده الذي جمعه أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، وجميع مشايخه فيه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم 32 شيخا، وفيه ذكر من روى عنه الإمام قال وفيه ذكر من روى عنه الإمام أحمد بن حنبل ابن حنبل والبخاري ومسلم وشيوخهم من أصحاب أبي حنيفة. قال وفصل في معرفة أصحاب هذه المسانيد، وفصل في معرفة غيرهم من مشايخ هذه المسانيد. قال الباب الأول في ذكر شيء من فضائله التي تفرد بها إجماعا فنقول وبالله التوفيق. مناقبه وفضائله كالحصى لا تعد ولا تحصى ولا يمكن ان تستقصى، لكن من فضائله خاصه التي تفرد بها ولم يشاركه احد اجماعا من بعده فيها من بعده فيها يمكن حصرها وضبطها في انواع عشره. الاول في الاخبار والاثار المرويه في مدحه دون مدح من بعده. الثاني انه ولد في انه ولد في زمن الصحابه رضي الله عنهم القرن الذي شهد له صلى الله عليه وسلم دون من بعده. الثالث في انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دون من بعده. الرابع في تبرزه في عهد التابعين دون من بعده. الخامس في رواية الكبار عنه من التابعين وعلماء المسلمين دون من بعده. السادس في أنه تلمذ واستفاد عنه 4000 من التابعين وغيرهم دون من بعده. السابع في أنه اتفق له من الأصحاب العظماء المجتهدين ما لم يتفق لأحد من بعده. قال رحمه الله تعالى الثامن في أنه أول من استنبط حكم الأحكام وأسس قواعد الاجتهاد وبالغ في الأحكام دون من بعده. التاسع في أنه لم يقبل العطايا عن خلفاء البرايا بل أفضل من كسبه الحلال.
على جماعة الفقهاء دون من بعده. العاشر في وفاته وشهادته لسبب التورع عن الدنيا وجاهها دون من بعده. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فقد أخبرني الصدر الكبير شرف الدين أحمد بن مؤيد بن موفق بن أحمد بن أحمد المكي بخوارزم، قال أخبرني جد الصدر العلامة أبو المؤيد موفق بن أحمد المكي، قال أخبرنا الشيخ الزايد محمد بن إسحاق السراجي والسراجي الخوارزمي، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد الكرابزي، قال أخبرنا الإمام أبو الفضل محمد بن الحسن الناصحي، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد، قال حدثنا أبو سالم عبد الحميد بن محمد الطوافي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو القاسم يونس بن طاهر النضري، قال حدثنا أبو يوسف أحمد بن محمد الواعظ في رباط إبراهيم بن أدهم، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن نصير الوراق، قال أخبرنا أبو عبد الله مأمون بن أحمد بن خالد، قال حدثنا أبو علي أحمد بن علي الحنفي، قال نحن في صفحة 80 الطبعة الجديدة، قال أخبرنا أبو عبد الله المأمون بن أحمد بن خالد، قال حدثنا أبو علي أحمد بن علي الحنفي، قال حدثنا فضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي يوم القيامة. أشهد أنه موضوع. قال هذا من كلامي، قال: وأنبأناه عاليا المشايخ الخمسة الخمس الشيخ المعمر وأحمد بن المفرج بن مسلمة، والشيخ المعمر وابو الفضل اسماعيل بن احمد بن الحسين العراقي وكلاهما بدمشق، والشيخ المعمر ضياء الدين صفر بن يحيى بن صفر، والشيخ الفقيه شرف الدين عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن كلاهما بحلب، والشيخ المعمر عيسى بن سلامه بن سالم الخياط الحراني بحرانه، كلهم عن ابي الفتح محمد بن عبد الباقي بن احمد المعروف بن البطي، عن ابي الفضل احمد بن الحسين بن الحسن بن خيرون، عن القاضي ابي العلاء محمد بن علي الواسطي، وابي عبد الله احمد بن محمد بن علي القصري كلاهما، عن ابي زيد الحسين بن حسن بن علي بن عامر الكندي، عن ابي عبد الله محمد بن سعيد المروزي، عن سليمان بن جابر بن سليمان بن ياسر بن جابر، عن بشر بن يحيى، عن الفضل بن موسى السيناني، عن محمد بن عمر وابن علقمه بن وقاص الليثي، عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وسلم انه قال: انه في امتي رجلا، وفي حديث القصرى يكون في امتي رجل اسمه النعمان وكنيته ابو حنيفه، هو سراج امتي، هو سراج امتي، هو سراج امتي. حديث موضوع. قال ابو العلاء الواسطي: كتب عني هذا الحديث القاضي ابو عبد الله الصيمري، واخرجه الحافظ ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو او خسرو البلخي في مسنده عن ابي الفضل احمد بن الحسن بن خيرون، عن ابي العلاء الواسطي وابي عبد الله القصري كما اخرجناه، واخرجه الحافظ ابو بكر واخرجه الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب في تاريخه لبغداد، عن ابي العلاء الواسطي وابي عبد الله احمد بن محمد بن علي القصري كما اخرجناه، واخرجه القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاري، عن ابي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب عن ابي العلاء وابي عبد الله كما اخرجناه، واخبرني المشايخ الثلاثه شرف الدين الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن يوسف بمحروسه دمشق، وشرف الدين ابو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الانصاري بحماه من بلاد الشام حماه الله تعالى، وعز الدين عبد الرزاق بن رزق الله اذنا، كلهم عن ابي اليمن زيد بن الحسن زيد بن الحسن ابن زيد الكندي، عن ابي المنصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، عن احمد بن علي، عن ابي الحسن احمد بن عمر بن روح النهرواني، عن ابي بكر محمد بن اسحاق بن محمد بن عيسى القطيعي، عن ابي احمد محمد بن حامد بن محمد بن ابراهيم، عن محمد بن يزيد بن عبد الله السلمي والسلمي، عن سليمان بن قيس، عن ابي المعلى، قال عن ابي المعلى المهاجري عن ابان بن ابي عياش عن انس مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: سياتي من بعد رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى ابا حنيفه ليحيين دين الله وسنتي على يدي، قال او ليحيين دين الله وسنتي على يدي، قال واخرجه الحافظ ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو عن ابي الحسن احمد بن عمر بن روح النهرواني كما اخرجناه، واخرجه الحافظ ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب في تاريخه عن ابي الحسن احمد بن عمر بن روح النهرواني كما اخرجناه، واخرجه القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي عن ابي بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب عن احمد بن عمر بن روح النهرواني باسناده كما اخرجناه، وقد اخرج هذين الحديثين جماعه من الحفاظ الثقات يطول ذكر طرقهما، وقد قال الخطيب في تاريخه: احمد بن روح كان صدوقا اديبا حسن المذاكره مليح المحاضره، وقد انباني الصدر الكبير شرف الدين احمد بن مؤيد بن موفق بن احمد المكي الخوارزمي، عن جده صدر الائمه ابي المؤيد موفق بن احمد المكي، عن عبد الحميد بن احمد البراتقيني البراتقيني هكذا نعم، عن الامام محمد بن عن الامام محمد بن اسحاق السراجي الخوارزمي، عن ابي حفص عمر بن احمد الترابيسي،
عن ابي الفتح محمد بن حسن الناصحي، عن زايد بن محمد بن حسن بن محمد، عن ابي سالم عبد الحميد بن محمد الطوافي، عن ابي، عن ابي القاسم يونس بن طاهر النضري، عن ابي نصر احمد بن الحسين الاديب، عن ابي سعيد احمد بن محمد بن بشر، عن محمد بن يزيد، عن سعيد بن بشر، عن حماد، عن رجل، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يظهر من بعد رجل يعرف بابي حنيفه يحيي الله سنتي على يديه. وبهذا الاسناد الى يونس بن طاهر النضري قال: حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابو علي الحسن بن محمد الرازي قال حدثنا احمد بن يحيى القزويني قال حدثنا الحسن بن اسماعيل بن الحسن بن قحطبه قال: عن محمد بن سعيد القاضي، عن الحجاج بن مصطفى، عن عبيد الله بن الحسن، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال: سمعت امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: الا انبئكم برجل من كوفانا، من بلدتكم هذه او من كوفتكم هذه، يكنى بابي حنيفه، بابي حنيفه قد ملئ قلبه علما وحكما، وسيهلك به قوم في اخر الزمان الغالب عليهم التنابز ويقال لهم البنانيه، كما هلكت الرافضه بابي بكر وعمر، وعمر رضي الله عنهما. وبهذا الاسناد الى يونس بن طاهر النضري قال: حدثني محمد بن طور قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك المروزي قال: حدثنا ابو قتاده الحراني، عن عبد الله بن واقد، عن جابر بن محمد، عن جويبر بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: يطلع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بدر على جميع خراسان يكنى بأبي حنيفة. قال: وبهذا الإسناد إلى يونس بن طاهر النضري قال: حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو علي حسن محمد الرازي قال: حدثنا أحمد بن يحيى القزويني قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل بن الحسن، عن أبي عبد الرحمن، عن الهزهازي قال: شهدت حمادا أو جاءه أبو حنيفة فقال له حماد: يا أبا حنيفة، أنت النعمان الذي ذكر لنا، ذكر لنا إبراهيم؟ قال: سقى الله زمانا يكون فيه رجل، سقى الله زمانا يكون فيه رجل يقال له النعمان يكنى بأبي حنيفة، يجيء يحيي أحكام الله تعالى ورسوله، أحكام الله تعالى ورسوله. قال: وتجري بعده أبدا ما بقي الإسلام، ولا يهلك من اتخذه وعمل بها، فإن أنت لقيته فاقرأه مني، فأقرئه مني السلام. وبهذا الاسناد الى يونس بن طاهر النضري قال: حدثنا محمد بن موسى الجرجاني قال: حدثنا ابو علي الحسن بن محمد الرازي قال: حدثنا احمد بن يحيى القزويني قال: حدثنا الحسن بن اسماعيل قال: حدثنا ابو عبد الرحمن المقرئ، عن المسعودي، عن محمد بن خالد، عن كعب الاحبار انه قال: اني لا اجد اسامي العلماء واهل العلم مكتوبه بصفاتهم وانسابهم اهل زمان زمان، واني لا اجد اسم رجل يقال له النعمان بن ثابت يكنى بابي حنيفه، واجد له شانا شأنا عظيما في العلم والفقه والحكمة والعبادة والزهادة، وقد ساد أهل زمانه من أهل العلم ممن يشبههم، وهو بدرهم يعيش مغبوطا ويموت مغبوطا. وبهذا الإسناد إلى يونس بن طاهر النضري قال: حدثنا محمد بن طور أو طور قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن ناصر قال: حدثنا حامد، حامد بن آدم المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني ابن لهيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في كل قرن من أمتي سابقون، وأبو حنيفة سابق هذه الأمة. قال باقي دقيقة. وبهذا الإسناد قال: قرأ، رأى أبو حنيفة في المنام كأنه نوبش قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع عظامه إلى صدره فهاله ذلك، فارتحل إلى البصرة فسأل محمد بن سيرين عن هذه الرؤيا، وقيل نفذ، أنفذ أو نفذ رجلا، نفذ رجلا. فقال له محمد بن سيرين: لست بصاحب هذه الرؤيا، صاحب هذه الرؤيا أبو حنيفة. فحضر أبو حنيفة قال: فقال انا ابو حنيفه. قال: اكشف عن ظهرك ويسارك. فكشف فراى بين كتفي او عضد، او عضد يساره. قال: فقال له ابن سيرين: صدقت انت ابو حنيفه الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حقي: يخرج في امتي رجل يقال له ابو حنيفه وبين كتفيه، وفي روايه نبش. قال: وفي، او نبش، وفي روايه على يساري خال، على يساري خال يحيي الله تعالى على يديه سنتي. وبه اليه قال: اخرج، قال اخرجه الحافظ محمد بن طلحه بن محمد في مسند مختصر عن ابي العباس ابن سعيد، عن ابراهيم بن اسحاق، عن اسماعيل بن بهرام، عن اسباط بن محمد، ابن محمد بن عبد الله، عن ابي حنيفه رضي الله عنه قال: رايت في النوم كاني انبش قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال ابن سيرين: الراي لهذا عالم يبحث عن علم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال: اخبرني سيد، سيد الوعاظ اسماعيل بن محمد الحجي بخوارزم اجازه قال: اخبرني الصدر العلامه صدر الائمه ابو المؤيد موفق بن احمد قال: موفق بن احمد المكي قال: اخبرني الامام ابو المحسن حسن بن علي في كتابه قال: اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل زايد الصفار قال: حدثنا ابو علي حسين بن علي الصفار قال: اخبرنا ابو نصر محمد بن مسلم قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عمر قال: اخبرنا الاستاذ ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري باسناده الى الابي البحتري قال: دخل ابو حنيفه على جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما، فلما نظر اليه جعفر قال: كاني انظر اليك وانت تحيي سنه جدي صلى الله عليه واله وسلم بعد ما اندرست، وتكون مفزعا لكل ملهوف وغياثا لكل مهموم بك، يسلك المتحيرون اذا وقفوا وتهديهم الى الواضح من الطريق اذا تحيروا.
فلك من الله العون والتوفيق وحتى يسلك الربانيون بك الطريق. وبهذا الاسناد الى ابي المحاسن الحسن بن علي قال روى محمد بن الحسن الفقيه باسناده الى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الراي الحسن يغني صاحبه وانه سيكون من بعدنا راي حنيف تجري به الاحكام ما بقي الاسلام وانه كراينا واحكامنا يقوم به رجل يقال له النعمان بن ثابت ويكنى بابي حنيفه وهو من اهل الكوفه جهبذ في العلم والفقه ويصرف او يصرف الاحكام على وجوهها حنيفي الدين وراي الحسن. واخبرني الشيخ الثقه تاج الدين ابي تاج الدين ابو احمد او ابي احمد بن بن الحسين العربي الحنبلي بقراءه علي بالجابيه قال اخبرني المشايخ الثلاثه ابو علي عبد السلام بن ابي الخطاب وابو بكر العتاب بن الحسن بن سعيد بن البنا وابو محمد عبد الله بن احمد بن ابي المجد قال اخبرنا القاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الانصاري قال حدثنا ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب قال حدثنا ابو عبد الله الصيمري والقاضي الحسين بن علي بن محمد قال حدثنا عمر بن ابراهيم المقري قال حدثنا مكرم بن احمد قال حدثنا عمر بن اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا علي بن ميمون قال سمعت الامام الشافعي رضي الله عنه يقول اني لا اتبرك بابي حنيفه واجيء الى قبره فاسال الله تعالى الحاجه عندهم فما تبعد عني حتى تقضي. كذب، هذا كذب. قال انشدني صدر الكبير الكبير شرف الدين احمد بن مؤيد المكي بخوارزم قال انشدني جدي صدر العلامه صدر الائمه ابو المؤيد الموفق بن احمد المكي رحمه الله تعالى لنفسه رسول الله قال سراج ديني وامتي الهداه ابو حنيفه غدا بعد الصحابه في الفتاوي لاحمد في شريعته خليفه سدى ديباج فتياه اجتهاد ولحمته من الرحمن خيفه. أحسن الله إليكم شيخنا أو سدى ديباجي. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم، اكتملت النصف الساعة وبه أنهينا النوع الأول من الباب الأول حفظكم الله. أهلا وسهلا، الله جزاكم الله خير، تجيز الإخوة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات. أجلسكم قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم في الدنيا والآخرة شيخنا. غدا 7 ربع شيخ محمد. نعم، والأهل والأزواج والذرية والطلاب أحسن الله إليكم. السابعين أحسن الله إليكم، قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وجزاكم الله خيرا. نعم، طيب نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا الساعة 7:15 شيخنا. شيخنا يناسبكم غدا نبدأ 7:15 بتوقيت مكة المكرمة؟ على نفس موعد اليوم قول لك. يعني مثل ما بدأنا اليوم، كما بدأنا اليوم حبيبي. السيارة السيارة. تأخرنا 10 دقائق هكذا. طيب أرأيتك. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا. أستودعك الله الذي لا تضيع ودائع شيخنا. ولدك ومحبك محمد بن أحمد الجبيلي. بن أحمد الجبيلي. الزبيدي لا، بالجيم، بالجيم المعجمة، الجبيلي. الجبيلي. نعم، أحسن الله طيب إليكم. طيب انتو اتصلوا بابني نعم، قد تواصل الإخوة شيخنا مع الشيخ بلال وهو الذي حدد لنا هذا الموعد. طيب جيد. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. أي نعم نعم تم كل شيء، بارك الله فيكم شيخنا. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، شكر الله لكم شيخنا، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخ محمد، فتح الله عليك، عطر الله أنفاسك. آمين آمين. والشيخ محمد محمد الحسيني، محمد رفيق الحسيني، اليوم مشغول، على بكرة إن شاء الله نبدأ قبل الدرس بالتنويهات والتأكيدات على بعض ما في هذا الكتاب من يعني ملاحظات وما روي فيه من أحاديث ضعيفة. على الله سبحانه وتعالى ييسر بكرة الترتيب وهذه الأطروحة السريعة قبل هذا اللقاء إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم ورفع قدركم، ونلتقيكم غدا في الساعة 7:15 بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.